جمال حمدان في كل معالم الشخصية العبقرية، وهذه الشخصية تمر بمحنة وتعيش أزمة نمو شديدة جدا، ولكن تخرج من هذه الأزمة بإنتاج علمي غزير ومتميز جدا ومتفرد، لكن بحضور اجتماعي ضعيف جدا. ويرجع الفضل للدكتور جمال حمدان أنه أسس علم فلسفة الجغرافيا. محب حقيقي لمصر، أسس لأول مرة في تاريخ الكتابة العربية ما يسمى بالجغرافيا السياسية. نفع البلد لدرجة أن الرئيس السيسي يستعين بكتبه كل وقت اليوم دول. فريد في من نوعه، وأطفى على الجغرافيا لمسة فنية فلسفية رائعة جدا. قد تبدو مفارقة أن تحمل القرية التي أنجبت جمال محمود حمدان اسم ناي، وهو عازف الجغرافيا وعالمها الذي آمن بعبقرية المكان، لكن أن تتنبأ له بحياة درامية لا تخلو مشاهدها من تلك النغمات الشجية فالمفارقة أعظم. ولد في قرية ناي مركز أليوب محافظة الأليوبية، ويتابعد عن قلب القاهرة ب 17 كيلومتر. اتولد في شهر فبراير في سنة 1928. كان ترتيب الدكتور جمال حمدان في الأسرة كان الرابع. العيلة عندنا وزع نصين، نص الكبار اللي هو محمد وجمال وعبد الحميد، الجيل الصغير أنا والدكتور فوزي. أول حاجة جه بنتين، واحدة منهم ماتت، وبعدين جه ولد، وبعدين بعده ولد جمال الدين، وبعدين هو جمال، فهو رقم ثلاثة، فمكرر فما بياخدش أي ميزة، بالتالي التكرار ده يشعره بعدم الأهمية، وإنه يعني يرى نفسه أنه هو تايه في وسط هذه التركيبة الأسرية. هذه التركيبة تخليه يشعر أنه يجب أن يتميز بشيء. كان جمال حمدان وهو طالب ابتدائي الثانوي، كان في مدارس سمرة الابتدائية، وابتدى يظهر بقى نبوغه في التوفيقية الثانوية. وفي الثانوية العامة كان السادس على القطر، السادس على قطر مصر كله. نظر المدرسة التوفيقية الثانوية كتب له شهادة إن أنا أتوقع عليك مستقبل باهر. ومن هنا تمسك بالعلم، وكان العلم هو وسيلته للتواصل مع الحياة ومع الناس، ووسيلته لإثبات جدارته والإثبات ذاته. مبكراً أدرك جمال حمدان أن العلم هو سبيله للتميز، وساقه شغفه بالجغرافيا إلى الالتحاق بقسمها في كلية الآداب جامعة القاهرة ليحلق في آفاقها، وليبدأ مرحلة جديدة من التفوق انتهت باختياره للذهاب في بعثة علمية إلى إنجلترا لاستكمال دراساته، بيد أن مواهبه وقدراته لم تكن لتقف عند هذا الحد. أولاً كان وسيماً جميل المظهر، معتد بنفسه، واثق ثقة كبيرة جداً في الذات، عنده الجانب الفني حسي عالي جداً. المواهب بتاعته غير العلم، سطر العلم، رسام، كان يجيد الخط والموسيقى، واللي كان بيعمل أغلفة كتبه، وكان خطاط، واللي كان بيكتب عنوان كتبه. في هذه الرسومات تكرر وجه امرأة. كان تمرته في الدكتوراه إنجليزية، كان في منه بعض قصة حب قعد 5 سنين، وبعدين لما جينا لمصر قال لها تعالى فين معايا، قالت له روح أنت وقول لي إيه الأخبار. المهم ما جاتش معاه، حصلت عنده عقدة مش عايز يتجوز بعد كده، ودي أعتقد مفتاح شخصيته كلها. كان في حياته قصة حب كبيرة أحبطت فقضى حياته أعزب. اعتزل جمال حمدان النساء فارتمى في أحضان أبحاثه معلنا زواجه من العلم، غير أن القدر كان يخبئ له عزلة أكبر. هو أخذ دكتوراه 53، وبدأ في قسم الجغرافيا مدرسا في جامعة القاهرة، وحينئذ من لم يكن لديه كتب إطلاقا، فكان يؤتي محاضرات. هذه المحاضرات كانت نواة لكتب بعد هذا،
خطب جمال عبد الله في المؤتمر العربي الأول والثاني والثالث كان باتباعه جمال حمدان. تجد جمال حمدان ممتاز جدا كمحاضر، بارع، يأخذ بالألباب، باحث من طراز الأول. اقرأ كتبه تجد حاجة في بحث عمق البحث موجود فيها. إنما هو كان لديه ما يسمى بالجرح النرجسي، إنه جمال حمدان معتز جدا بذاته. كنت أتمنى وأنا أحد طلابه إن أنا يستمر في الجامعة ويشرف على طلاب ويعمل مدرسة من جمال حمدان. كان هيترقى أستاذ، وكان معاه واحد تاني اسمه صفي الدين أبو العز، وطلع القرار يحمل اسم صفي الدين أبو العز قبل اسم جمال حمدان. دي كانت المشكلة الأساسية، وأنا قلت له دي مشكلة إدارية ملهاش قيمة. قال لي لا، دي تعني أشياء كثيرة جدا، وأنا يعني ودي بداية نبتة إنه يستقيل من الجامعة وإنه يسيب الجامعة. هنا قرر حمدان اعتزال الحياة العامة متجرداً من مناصبه العلمية، وآثر التفرغ للكتابة ليعيش زاهداً في محراب العلم، محنة لم تكن في الحقيقة سوى منحة. عزلته يمكن كانت جزء من عبقريته، لأنه على الرغم من أنه انعزل ولكن كانت العزلة عزلة إيجابية جداً، وكان يشكل مرصد يرصد به كل ما في الوطن، وكانت له رؤية تلسكوبية يرى بها الزمان والصحيق والمكان. بعد ما طلع سنة 63 للجامعة، قال بعدها 27 موسوعة. جمال حمدان أبرع وأشهر كتاباته عن شخصية مصر، 4 مجلدات عن الشخصية المصرية. جمال حمدان صاغها في شخصية مصر دراسة في عبقرية المجال، يعني حتى الاصطلاح اصطلاحات جديدة هو صكها. هذه الموسوعة تعد من أفضل أو لم تكن أفضل ما كتب عن مصر. فلولا العزلة لما أنتج هذا الفكر الغزير. ربما كتب الكثيرون في الجغرافيا وأبدعوا في وصف مصر، إلا أن كتابات جمال حمدان كانت تنبئ عن عبقرية متفردة ورؤية تسبق العصر. كتب في الجغرافيا بلغة الفن أو بمذاق الفن، وكان له رؤية ثاقبة. بقى عنده رصانة علمية في الكتابة والبحث، فهو عالم بمعنى العلم التقليدي، وفي نفس الوقت هو أديب. أتكلم عن حديث من أمور العاصمة الإدارية، أتكلم عنها والعاصمة، نقل العاصمة إليها أو نعمل عاصمة جديدة، أتكلم عن السكان، أتكلم عن المشكلة السكانية اللي إحنا نتكلم عن الزراعة، كان تشريح لكل ما يوجد في المجتمع المصري. وكان طبيب لمصر، شخص المرض ووصف العلاج. بدأ درس الماضي وشرح الحاضر، ثم نظر إلى المستقبل، ومن هنا إدى كتابته عمق تستمر لها حدثتها مهما مر عليها من زمن. ثراء علمي أخفى وراءه حياة بسيطة لعالم كان يعيش على الكفاف رغم مؤلفاته، لكنها لم تقلل أبداً من كبريائه واعتزازه بذاته. كان يرفض التكريم، والراجل اعتزل العمل الحياة العامة، كان زاهداً جداً، كان متواضع في طلباته الحياة، عاش حياة فقيرة جداً. وعشان كده يمكن أحمد بهاء الدين كان كتب في عموده في وقت من الأوقات يرجو جامعة القاهرة أن تعيد تقديرها لجمال حمدان الذي كان ينتمي إليها كمدرس في الجامعة، وعانى من الاضطهاد فيها واستقال، وأنه عايش في غرفة وصالة في دور أرضي في بيت في شارع أمين الرافعي في الجيزة، وطلب الدولة أن تعمله معاش استثنائي. للأسف الشديد جمال حمدان لما قرأ هذا العمود غضب شديد جداً، كان عنده عزة نفس ورفض بعد كده ان هو يرد على اتصالات احمد بهاء الدين، ورفض التواصل معه بقيه حياته لانه حس بجرح لكبريائه. فدي كانت العقده الاساسيه اللي وصلته نمره 1 للعزله الشديده، نمره 2 لمشاكله الكثيره التي نشات بعد ذلك.
مشكلات ربما اختار جمال حمدان الوقوع فيها متعمدا بذاته، لكن ما لم يختر أن يشكل بعضها خطرا على حياته. كتب عن اليهود أكثر من موقع، اليهود أنثروبولوجيا، هو كان يرى، وطبعا ده حقيقي يعني الحقيقة، إن هو تتبع اليهود الحاليين موجودين في فلسطين، هل دول أحفاد اليهود اللي هم اليهود الحقيقي؟ أبدا. وأثبت فعلا بما لدى مجال الشك دول ما هماش اليهود اللي هم كانوا قبل كده في أرض كنعان أو غير أو غير. كل كتبه كله اليهود في السرطاني لازم يبقى. أثبت بالدليل القاطع إن اليهود في إسرائيل ليس هم اليهود بتوع بني إسرائيل، وإنما هم يهود جم من الجزر، من جزر تتارية عند البحر الأسود، وجم سكنوا وسكنوا فلسطين استولوا عليه. أنا عملت معه حوار في مجلة روزل يوسف، وكان عنوانه اللي على الغلاف أعدى أعداء إسرائيل يتكلم لأول مرة. ليلة 17 من إبريل لعام 1993 عثر على جثة جمال حمدان داخل شقته والنصف الأسفل منها محروقاً. اعتقد الجميع أن الحريق هو سبب الوفاة، وكانت المفاجأة التي جعلت من نهايته لغزاً لم تنكشف حقائقه حتى الآن. فتش الصحة بتاع الفيزا قال إن هو مش اختناق من غاز ومش الحروق هي السبب. في الفترة الأخيرة بالذات كتب كثيراً عن اليهودية وعن الصهيونية، وربما تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء. دايماً في أي حادثة الناطق الصامت هو محل الحادثة. اللي حصل من رواية الكلام بتوعه إن في حد دخل عليه وخبط حديدة على دماغه وهو بيعمل شاي وقطع الخطوط بتاع الفنادق، والنار ضربت المطبخ، الناس البوابين لقوا النار طالعة من شباك المطبخ، فكسروا الباب ودخل لقوه مجمع دار. احتمال ان هو يكون قتل، فمن السؤال هيبقى من يكون وراء قتله؟ غير ان ملابسات الفعل كانت تشير باصابع الاتهام الى فاعل واحد حتى وان بدا مستترا. قبل وفاته بشهر سكن فوق شقته اتنين اجانب، ست وراجل، طلع فيما بعد ان هم يهود، قعدوا يراقبوه شهر لغايه ما يوم الوفاه خدوا بعضهم وجدوا. المسؤولين لم يجدوا اثر ايضا للراجل اللي كان بيساعد الدكتور جمال حمدان في حياته. في زيارات الاخيره دي اشار لمكتبه وقال لي ان هنا كتب هتبقى اهم كتب في حياتي. كتاب الأول عن اليهود والصهيونية وبني إسرائيل، الثاني عن العالم الإسلامي المعاصر، والثالث عن العلم الجغرافي، وكانوا خلصوا ومفروض يسلموا للناشر بعد يومين. دول اختفوا تماما بعد مقتل جمال حمدان. فيبقى هنا الكتب دي فيها حاجة هتروج، يبقى أنا صاحب مصلحة. يبقى مين اللي صاحب مصلحة هنا بقى؟ لأن حريقة في الشقة وأن مفيش ورق محروق، أثار ورق محروق ومتاخد كله، يبقى الورق اتاخد سليم. من صاحب المصلحة في ذلك؟ اليهود طول عمرهم حتى لهذه اللحظة أي مصدر خطر بيصفوه بلا شك. حينما نجد أن موسوعة اليهود واليهودية غير موجودة ونجد أنه مخبوطا على رأسه، فمين اللي صالح في عدم نشر هذه الموسوعة؟ محمد حسنين هيكل قال لي: انت فاكر ان اخوك يموت كده سهل؟ لا يمكن يموت عايز ليه. قالوا في تحقيقات النيابه انه كان بيسخن غداه، عمره ما كان بيسخن غداه، هو كانت بتجي له واحده ست تعمل له اكل لمده اسبوع كامل ويطلع كل يوم من الثلاجه وياكله بارد بحكم تجربته الانجليزيه. الامر الثاني اختفاء هذه الكتب. يبقى يجب أنها للتاريخ أنها تتفتح وتتعرف
وتكشف ويكشف المجهول عنها. قصص وحكايات لوقائع تمت في ظروف غامضة، اختلفت الملابسات وبقيت النهايات واحدة، أغلقت القضايا وحفظت التحقيقات وأرجعت الأسباب لغياب الأدلة، فغاب المسؤول لتصبح الضحية مفعولاً بلا فاعل، وليبقى الفعل مبني للمجهول.